يحصل من آليات حديثة ومتطورة لتجميع النفايات في مدينة الجبيل الصناعية. تعمل إدارة النظافة في الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية وفق منظومة متكاملة لجمع النفايات والتخلص منها، وتعتمد معايير البيئية والعالمية في ذلك. في الحقيقة سعت الهيئة الملكية إلى تطوير أسطول المعدات اللي يقارب 350 معدة. 350 معدة؟ نعم، جميعها هذه مملوكة، كلها موجودة في مملوكة للهيئة الملكية. نعم. وتدار بإدارة النظافة، وكلها في خدمة تجميع النفايات والتخلص منها ونظافة الطرق في الهيئة الملكية. جميل. حاوياتنا في الجبال الصناعية يمكن شكلها مميز، هي عبارة عن حاوية دائرية حديدية بحتة على 4 إطارات. عندنا في المدينة حدود 7000 حاوية، هذه سعة 1 متر مكعب. جميل. إضافة إلى وجود 250 حاوية سعة 4 متر مكعب، إضافة إلى وجود 200 حاوية سعة 9 متر مكعب. يعني هذه الآن هذه كم متر هذه مكعب؟ هذه 1 متر مكعب توفر للمنازل وللمواقع ذات الكثافة الخفيفة للنفايات. جميل. المراكز التجارية لها 4 متر مكعب برضو، يعني لكل منطقة معينة. نعم، لها لكل حجم. نعم، معين لكل نشاط معين له حجم معين من النفايات ونوعية معين من النفايات، ولها طريقة تفريغ خاصة. جميل. عندنا من هذا النوع 7000 حاوية في المدينة تجمع بشكل يومي وتغسل مرة واحدة في الأسبوع بشكل يومي. تم تجميعها. نعم، 7000 حاوية. أما الحاويات 4 متر مكعب للمراكز التجارية فيتجمع مرتين في اليوم صباح ومساء، وعددها 250 حاوية. عامل النظافة قد يتعرض للمخاطر مثل التزحلق أو القفز من وإلى الشاحنة، الهيئة الملكية أوجدت الحل. النظام التقليدي في وقوف العاملين خلال تجميع النفايات ألغي عندنا في المدينة. الآن العامل يجلس على كرسي معد يصفط ويفتح، إضافة إلى وجود حزام أمان للعامل ممكن ربطه لتفادي السقوط أثناء جمع النفايات. جميل. إضافة إلى وجود زر للتنبيه العامل للتواصل مع سائق المعدة. أيوة، يعني الآن هو يتواصل عن طريق هذا الزر. نعم، في حال انتهى من تجميع الحاوية. أوكي. يعطيه مجرد انذار صوتي أني أنا انتهيت. هذه المعدة هي معدة نظافة الطرق السريعة حق الهاي واي، يعني مخصصة للهاي واي والطرق الدائرية في المدينة. جميل. بسعة 6 متر مكعب، فيها خزان مياه لمنع انتشار الغبار أثناء عملية تنظيف الشوارع، بسعة 3000 لتر، معناها ما يحتاج إعادة ملها بالمياه خلال عملها مما يعيق استمرار العمل. تعتمد المعدة هذه على نظام شفط جانبي من الجهتين. لو نلاحظ الخرطوم هذا مخصص شفط النفايات، هذا خاص لل اي نعم هذا للشفط. الان بقوة شفط عالية، اضافة الى وجود مكانس جانبية ومكنسة رئيسية في الوسط لجمع النفايات في مسار انبوب الشفط. هذه المعدة جديدة تعتبر ولا؟ نعم، هذه طبقت في 2015 في المدينة. أول مرة تستخدم في المدينة. يعني هذه توها جديدة نيو يعني. نعم. طبعاً. أول مرة تستخدم في الجبيل الصناعية، والآن في طور التوسع في استخدامها لأن أثبتت كفاءتها بشكل عالي. هذه صديقة للبيئة برضو، معدل التلوث نعم. فيها. نعم، في مزودة بفلاتر إن الغبار لا يمكن يطلع من المعدة هذه. إضافة زي ما ذكرنا إن 3000 لتر خزان مياه، هذا يعطي إمكانية كبيرة أنها ترش كمية كبيرة من المياه خلال عملية التنظيف، بالتالي لا يوجد أي نوع من أنواع الغبار يظهر خلال العمل. من النادر جدا أن تشاهد في مدينة الجبيل الصناعية القطط الضالة التي نشاهدها في المدن الأخرى، وذلك لأن هذه المكبات تغسل وتعقم بشكل دوري. هذه مخصصة لواحد متر مكعب للغسيل والتعقيم. هي تغسل وتعقم مرة في الأسبوع كل حاوية. مرة في الأسبوع. نعم، لها جداول عمل مخصصة. في الحقيقة هذه المعدة قد تكون يعني مميزة فيها مدينة الجبيل الصناعية. جميل. هي ليس مجرد غسيل، إنما غسيل بالضغط العالي والحرارة. درجة الحرارة توصل إلى، لو نشوف معي الجهاز هذا. هذا جهاز ضبط درجة الحرارة للمياه الداخلية في الخزان. الخزان هذا عبارة عن خزان مفصول لقسمين، قسم للمياه النظيفة اللي حتغسل فيها مضاف لها المواد المعقمة. جميل. والصابون. حلو. إضافة للقسم الثاني واللي هي للمياه الناتجة من عملية الغسيل تخزن في الجهة الثانية. جميل. في مرشات للمياه بضغط عالي وبحرارة
حدود 24 مضخة. حلو. 24 مضخة داخل الحجرة، في مضخة مركزية في النص إضافة إلى المضخات الجانبية والسفلية. أيوة. بحيث أنها تشمل جميع الجوانب سواء غسيل من داخل ومن خارج. المعدة هذه مخصصة لالتقاط النفايات من الشوارع. جميل. الآن توجه إدارة النظام بالهيمنة الملكية بالجبيل الاستغناء عن الأعمال اليدوية في أعمال التقاط المخلفات والعلب من الشوارع. يعني الآن العمال، نعم، ما في عمال في الشوارع حاليا موجود، لكن الآن بدأنا بخطة تدريجية للاستغناء عن هذا النموذج، حيث أن كل العمال يكونون على، نعم، السيارات. على السيارات، نعم. أولا كفاءتها أعلى في الإنتاجية، كفاءة السيارة واحدة تعادل بما قارن من 7 إلى 10 عمال كإنتاجية يومية، إضافة أن نظام الأمان فيها عالي، مرونة الحركة، إمكانية وصولها للأماكن بسرعة. تقنية جديدة لحاويات نفايات ذكية، الواحدة منها عن 35 حاوية تقليدية. جميل. زي ما انت شايفين الآن الحاويات هي معزولة تماما عن المواقف. بتنفيذ المشروع وفرنا 70 موقف واستغنينا عن 70 حاوية كانت موجودة في، يعني هذه الآن عن 70 حاوية. 70 حاوية الحاوية الواحدة ولا الحاويتين؟ الحاويتين عن 70 حاوية، الحاوية الواحدة عن 35 حاوية. كانت موزعة في المواقف وتشغل يعني بطبيعة الحال 70 موقف. جميل. فالآن وفرنا 70 موقف في منطقة السوق التجاري، الحاويات مخفية تحت الأرض، لا يوجد أي انبعاثات روائح، تجمع حشرات أو حتى تطاير للكراتين والنفايات ما يحدث عادة مع هبوب الرياح. الحاويات كم ارتفاعها تحت الأرض؟ 4 متر. 4 متر؟ نعم، 4 متر عمق في صندوق خرساني تم إنشاؤه خصيصا لها، إضافة أن في صندوق حديدي مصنع مع نفس الحاوية. جميل. من مصنع الأم. الحاويات تعتمد نظام إغلاق كامل، إضافة إلى نظام ضغط للنفايات. الحاوية تعطي إشارة بالألوان، اللون الأخضر معناها وضع سليم وبإمكانك رمي النفايات، اللون الأحمر معناها لا ترمي نفايات، إضافة أن كأسلوب أمان إضافي الباب يغلق أوتوماتيكيا بحيث أن ما حد يقدر يحط النفايات زيادة. الحاويات دي الآن تفرغ 3 مرات في الأسبوع وتغسل 3 مرات في الأسبوع في المردم الصحي. سابقا كنا نفرغ الحاويات 70 حاوية موجودة هنا مرتين في اليوم، إضافة أنها تغسل مرة في اليوم، فكانت تكاليف عالية جدا لأعمال التشغيلية في المركز. الآن مجرد حاويتين أصبحت التكاليف أقل جدا. الحجر اللي داخلها الحاويات فيها نظام تصريف المياه الأمطار، وقد هذا ما يكون موجود في غالبية الحاويات الموجودة تحت الأرض. مجرد أي هطول للأمطار، في حال وجود تسريبات معناها مزودة بنظام عازل، في حال وجود أي تسريبات ففيها مضخة مع حساس يعمل يعني تلقائية. بحيث إنه إذا كان في أمطار أو كان كذا على طول يكون، نعم، في أمان. هو في نظام عزل هذا مبدئياً، بس احتياطاً في حال وجود أي تسريبات داخل الحجرة اللي فيها الحاوية يتم سحبها بشكل تلقائي وضخها في مصاب السيول الموجودة في المدينة. هناك خدمة مجانية لسكان مدينة الجبيل الصناعية، هو أنه إذا كان لديك أجهزة كهربائية أو أثاث أو نفايات ذات أحجام كبيرة فقط تتصل على الرقم المجاني لطلب حاوية مخصصة، وفي خلال 24 ساعة تجد طلبك جاهز. هذه خدمة تقدم مجانا في مدينة الجبيل الصناعية، وهي متميزة بالخدمة هذه، وهي خدمة التخلص من الأثاث والنفايات ذات الحجام الكبيرة. يمكن الصورة تعبر عن نوعية النفايات. هذه خدمة تقدم مجرد اتصال المواطن بالرقم 3425000 مركز اتصال موحد لقطاع التشويه والصيانة، يطلب الخدمة، تنفذ الخدمة في أقل من 24 ساعة. أي شخص عنده أي أدوات أو نفايات أحجامها كبيرة من أثاث وكذا يجي على طول. أخشاب، أثاث بشكل عام. هذه حاوية سعة 9 متر مكعب مخصصة للمخلفات الإنشائية. أيضا هذه خدمة تقدم مجانا في مدينة الجبيل الصناعية بمجرد الاتصال على 3425000 نفس الرقم اتصال. يعني أي شخص عنده شغلات إنشائية في البيت يبني أو حاجة؟ نعم، ترميم، بناء، مجرد يطلب حاوية مجانا توفر له. حلو.
الحاوية سعة 9 متر مكعب، نوفر منها عندنا في مدينة الجبيل 200 حاوية. 200 حاوية. هي نعم، لها معدة خاصة زي ما أنتم شايفين بالنظام هيدروليكي خاص. الحاوية توضع للمواطن لمدة 5 أيام ممكن يستفيد منها. بعدها ما يحتاج يتصل في أحد، لها جدول خاص يتم إزالتها وتفريغها. وحتى يكون المنظر حضاري لشاحنات النفايات، تم وضع إعلانات توعوية مناسبة لكل معدة من المعدات. بما أنها نظافة الطرق فالعبارة مخصصة للتوعية بنظافة الطرق. جميل. عدم رمي النفايات من النوافذ السيارات مختصة بنظافة الطرق بما أن المعدة مختصة، فحتى العبارات التوعوية الموجودة على الشاحنات ليست عشوائية، إنما هي تعكس اختصاص الشاحنة أو المعدة في عملها لإيصال رسالة معينة للقاطنين بالمدينة. لم تكتفي مدينة الجبيل الصناعية بالإعلانات التوعوية الموجودة في شاحنات النفايات، بل أوجدت أنظمة وعقوبات للمخالفين تصل المخالفة الواحدة إلى 200 ريال تقريبا. قائد الدورية إذا لاحظ أو رصد أي سائق مركبة يقوم برمي المخلفات أثناء قيادة المركبة يقوم بإيقافه وبلاغه بأن ما عمله هذا غير مطابق للأنظمة والقوانين، ويتم تطبيق عليه نظام الجزاءات والعقوبات التابعة للمرور. تابعة للمرور. نعم، ويتم تحرير مخالفة مرورية برمز 403. يعني رمي الأجسام أثناء قيادة المركبة. نفس عمل المرور تقريبا. نعم، هي مخالفة مرورية تابعة لوزارة الداخلية. 200 ريال ها؟ نعم، غرامتها 200 ريال. هذه موجودة في كل المدينة. نعم، في كل المدينة. اللوحة الإرشادية هذه متواجدة في جميع طرق المدينة الداخلية والخارجية، الطرق العامة وعلى طرق المتنزهات بعد. وفعلا يسوون تطبيق للمخالفات. نعم، يطبق. وقائد الدورية دائما إذا رصد أي سائق مركبة يقوم بالمخالفة هذه يرصده ويوقفه ويقوم عليه أنه هذه المخالفة مرورية اعتمدت عليه بمبلغ وقدره 200 ريال. كيف بعد الغرامات والقوانين والأنظمة لاحظت أنه في انخفضت شوية؟ نعم، في انخفاض كبير صار بعد تطبيق هذا النظام. تطبيق هذا النظام مدة زمنية يعني تقريبا من 1.5 سنة. جميل. فصار في انخفاض في رمي المخلفات والوعي العام للشعب. كل الشكر والتقدير لإدارة النظافة في الهيئة الملكية في الجبيل، ومزيدا من التقدم والإبداع إن شاء الله.